في موضوع آخر، انطلقت عملية فرز الأصوات في انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد انتهاء عملية الاقتراع مساء اليوم، وذلك إثر المصادقة على اللائحتين العامة والمهنية للمؤتمر الثالث للنقابة الذي انطلقت أشغاله أمس بالعاصمة. أبناء السلطة الرابعة صمدوا اليوم لساعات من أجل الإدلاء بأصواتهم لانتخاب مكتب تنفيذي جديد لنقابة تمثلهم وتحقق انتظاراتهم. يهمنا شكون باش يطلع باش يمثلنا، ويهمنا شكون باش يهتم بالمشاكل نتاعنا، خاصة بالنسبة للصحفيين الصغار اللي مازالوا يبداوا مشوارهم المهني. من المهم جدا اللي يكونوا هما يمثلونا، ومن المهم جدا اللي هما يعرفوا اليوم احنا شنو ما احتياجاتنا. صراحة رالي المكتب التنفيذي جديد مهما كانت الأسماء يكون عنده مهمة صعيبة جدا، رد الاعتبار للصحفي التونسي في تونس، وخاصة زملائنا في الجهات اللي تعبين اللي يخدموا في ظروف صعيبة وصعيبة جدا. طوابير طويلة اصطف بها الصحفيون منتظرون دورهم للدخول لمكتب الاقتراع، أين تتم عملية التصويت التي انطلقت بعد المصادقة على لائحتين العامة والمهنية للمؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين التونسيين. العملية إلى حد الآن كما قاعدين نشوفوا سيرة بشكل على الأقل منتظم، بنسق ربما يعتبر بطيء نسميا، لكن على غالب احنا يلزمنا العملية تكون في كنف القانون، يلزم تكون منظمة بشكل أنه يعني ما تقعش فيها بعض الخروقات. وهنا بهذه الخلوة تمت عملية التصويت لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد في كنف الشفافية وفق ما أكده عدد من الصحفيين الناخبين. العملية صارت فيها شفافية كبيرة، كي تدخل باش تنتخب ما فما حتى إشكال في خصوص ما ضغط ولا ثم ناس توجهك ولا ثم أي تداخل من أي طرف كان. العملية الانتخابية قاعدة تجري بكل سلاسة، بكل ديمقراطية، بكل شفافية، من تسجيل شدان الصف للعمليه الانتخابيه. الزملاء بالحق عندهم كل مع تصيفات تاع النزاهه باش انهم يشرفوا على العمليه الانتخابيه هذه تاع المكتب النقابه، وان شاء الله اللي عنده حظ اوفر واللي يكون الكفء هو اللي يطلع في النتائج. 25 مترشحا يتنافسون من اجل الفوز بعضويه المكتب التنفيذي الجديد، منهم من اختار الترشح بصفه مستقله، ومنهم من فضل الترشح ضمن احدى القائمتين، وكل يطمح لتنفيذ برنامجه. نؤمن كونه الامور الكل تمشي بالتوازي، ما فماش اولويات، حريه الاعلام لازمه، مشروع سكني لازم، اتحاد صحفيين لازم، كرامه صحفي لازمه. اهم شيء تستحقه نقابه الصحفيين الان هو الاستقلاليه والابتعاد على كل الحسابات، خاصه فك الارتباط مع الاحزاب السياسيه والانتماءات. نعمل على سلامه الصحفي وحمايه الصحفي باحداث مثلا فكره احداث مركز وطني للسلامه المهنيه للصحفيين، يتم فيه كل المدخلين في قطاع الصحفي، لانه تقريبا عندنا 50 اعتداء على مده 3 سنين شهريا على الصحفيين. مكتب تنفيذي سيتم الاعلان عن تشكيلته خلال الساعات القادمه بعد انتهاء عمليه فرز الاصوات.